بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يلاحظ على عدد ليس بالقليل من الحجاج الإصابة بالسعال، وذلك بعد الجهاد الذي كانوا فيه في أداء هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة، حج بيت الله الحرام. وإن لنرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الإصابة وهذا التعب وهذه المعاناة رفعة في درجات الجميع وسببا لتكفير الخطيئات. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عديدة تدل على أن المصائب كفارات، وأن العبد ما أصابه من هم أو غم أو حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر بها منه عن كفر بها من خطاياه. وجاء في هذا المعنى عنه صلوات الله وسلامه عليه أحاديث كثيرة. ولهذا ينبغي أن يحتسب هذا التعب وغيره من التعب في باب التكفير ورفعة الدرجات. وكذلك نسأل الله عز وجل للجميع الصحة والعافية والأمن والإيمان والسلامة والإسلام، إنه تبارك وتعالى ولي التوفيق، لا إله غيره ولا رب سواه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له في كتابه القواعد الأربعة: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، الآية. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، الآية. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدث عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط،
فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث. هذه القواعد الأربع كما عرفنا قواعد مهمة للغاية، ويحتاج كل مسلم إلى معرفتها، لأن معرفة هذه القواعد بإذن الله تبارك وتعالى وضبطها يكون بإذن الله تبارك وتعالى صمام أمان للمسلم من الوقوع في شبكة الشرك وحبائل أهله ومصائد الشيطان. وقد جاء في التعوذات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وأعوذ بك من الشيطان وشركه، وفي رواية وشركه أي حبائله وشباكه التي يضعها للناس ليوقعهم في الشرك بالله تبارك وتعالى. والشرك كما كنا عرفنا شبكة وله جوانب كثيرة ومجالات متعددة، ومن لم يكن في هذا الباب على أصول ثابتة وقواعد راسخة ربما زلت به القدم في أخطر أمر وأعظم باب. ولهذا ينبغي على كل مسلم أن يكون على عناية تامة ورعاية قوية لهذه القواعد الأربعة العظيمة التي قررها الإمام رحمه الله تعالى وذكر دلائلها وشواهدها من كتاب الله تبارك وتعالى. كذلك ينبغي أن نعلم أن هذه القواعد الأربعة قواعد ينبني بعضها على بعض ويترتب بعضها على بعض، وبفهمها مجموعة تتحقق بإذن الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. وكنا عرفنا من خلال القاعدة الأولى التي قررها المصنف رحمه الله تعالى أن الكفار الذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقرون بأن الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر للأمور هو الله تبارك وتعالى وحده، كانوا يقرون بذلك. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل، ولم يدخلهم ذلك في الإسلام، لم يدخلهم ذلك في الإسلام. فعلم بذلك أن مجرد الإقرار بأن الله الخالق الرازق المنعم المتصرف المدبر لشؤون الخلائق ليس كافيا وحده لدخول المرء بالإسلام ما لم يعبد الله مخلصا له الدين. وإذا كان يقر بأن الله الخالق الرازق المنعم المتصرف ولا يخلص الدين له تبارك وتعالى فهو مشرك بالله، كافر بالله العظيم. ولهذا قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وما يؤمن أكثرهم بالله أي ربا خالقا رازقا منعما متصرفا مدبرا إلا وهم مشركون، أي مشركون معه غيره تبارك وتعالى في العبادة التي هي حق خالص لله جل وعلا لا يجوز أن يجعل لأحد معه فيه شركة. ثم بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى القاعدة الثانية، وهي أن المشركين الكفار عندما يسألون لماذا تعبدون هذه الأوثان وتدعونها من دون الله وأنتم تقرون أنها ليست خالقة ولا رازقة ولا منعمة ولا متصرفة ولا تملك عطاء ولا منعا ولا خفضا ولا رفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، لماذا تعبدونها؟
وأنتم تقرون أنها لا تملك شيئا من ذلك، بل تقرون أنها نفسها مملوكة لله، خاضعة لله تبارك وتعالى، مربوبة له عز وجل. ولهذا كانوا يحجون ويقولون في تلبيتهم في الحج: لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. هكذا يعتقدون، تملكه أي هو مملوك لك، هذا الشريك الذي جعلناه لك أنت يا الله تملكه، هو مملوك لك خاضع لك، وما ملك ولا يملك، لا يملك أي لنفسه عطاء أو منعا أو خفضا أو رفعا، فضلا عن أن يملك ذلك لغيره، هم يقرون بذلك. فإذا سئلوا قيل لهم: لماذا تعبدونها وتدعونها وتتوجهون إليها وأنتم تعتقدون في قرارة نفوسكم أنها لا تملك وأنها لا تخلق وأنها لا ترزق؟ والدليل على أنهم يقرون بذلك مر معنا في القاعدة السابقة. فإذا لماذا تعبدونها؟ ماذا يقولون؟ يقولون: نحن نعبدها ونتوجه إليها لطلب القربة والشفاعة. لطلب القربة أي من أجل أن تقربنا إلى الله، نحن بعداء عن الله بالذنوب والمعاصي والخطايا والتفريط، فنحن نتوجه إليها لا لشيء إلا من أجل أن تقربنا إلى الله تبارك وتعالى، من أجل أن تكون واسطة بيننا وبين الله، من أجل أن تكون شفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى. وذكر المصنف الدليل على ذلك وقوله تبارك وتعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وذكر أيضا قول الله تبارك وتعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أي نحن نعبد هذا الذي لا يضر ولا ينفع لا لشيء إلا لأجل أن يكون شفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى. إذن القاعدة الأولى أن الكفار كانوا يقرون بأن هذه الأصنام لا تخلق ولا ترزق ولا تحيي ولا تميت ولا تعطي ولا تمنع ولا تخفض ولا ترفع إلى آخره، ولم يدخلهم هذا الإقرار بالإسلام لأنهم لم يخلصوا العبادة لله. والشيء الثاني أن هؤلاء عندما يسألون لماذا تعبدونها وأنتم تقرون أنها لا تملك شيئا ولا تخلق ولا ترزق، يقولون: نحن نعبدها وندعوها ونتوجه إليها من أجل أن تقربنا إلى الله تبارك وتعالى زلفى، ومن أجل أن تكون شفيعا لنا عند الله تبارك وتعالى. هذه الممارسة التي يفعلها المشركون والذي هذه خلاصتها، ماذا تسمى في شرع الإسلام؟ ماذا تسمى هذه الممارسة في شرع الإسلام وفي دين الله تبارك وتعالى؟ هل هم معذورون في هذا التوجيه الذي ذكروه؟ قالوا: نحن لا ندعوها لأننا نعتقد فيها أنها خالقة رازقة، بل ندعوها لأجل أن تقربنا إلى الله تبارك وتعالى زلفى. هل هذا مخولا ومسوغا لإعفائهم من تبعة ذلك العمل وتلك الممارسة؟ حاشا وكلا، بل هم بذلك كفار مشركون، ولهذا قاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، استباح أموالهم ودماءهم صلوات الله وسلامه عليه، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فإذا هذه القاعدة الأولى والقاعدة الثالثة، يأتي بعد ذلك قاعدة ثالثة مهمة جدا، وهي تنبني على القاعدتين السابقتين، ألا وهي تأتي هذه القاعدة أي الثالثة جوابا على تساؤل: هل الشرك الذي ذمه الله وحذر منه وعاب أهله وتوعدهم وتهددهم، هل هو خاص بمن عبد صنما أو توجه إلى حجر؟ هل هو خاص بذلك؟
أو أنه شامل لكل ما عبد من دون الله أيا كان ومهما كانت صفته. هذه قاعدة مهمة هنا في هذا الباب. لماذا؟ لأن بعض من ابتلوا بالباطل والتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى بالدعاء والرجاء والطلب والسؤال وإنزال الحاجات والطلبات والرغبات، إذا تليت عليه مثل هذه الآيات لوعظه وتنبيهه وتذكيره وتحذيره مما هو عليه من ضلال وباطل، ماذا يقول؟ يقول هذه الآيات، يقول هذه الآيات التي تتلى في القرآن تختص بمن توجه إلى حجر وتوجه إلى شجر، أما نحن لم نتوجه لا إلى حجر ولا إلى شجر مثل هؤلاء المشركين، نحن توجهنا إلى أولياء صالحين أو إلى أنبياء مقربين أو إلى ملائكة، نحن لم نتوجه إلى شجر وحجر، فكيف تتلى هذه الآيات علينا ونوعظ بهذه الآيات وهي لا تتناول العمل الذي نقوم به، لأن الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام. يقولون هكذا، يقول هذه الآيات تتعلق بمن عبد الأصنام، اللات، العزة، منات، هبل إلى آخره، أما الذي يتوجه إلى ولي من الأولياء أو صالح من الصالحين أو نبي من الأنبياء أو نحو ذلك، هذه الآيات لا تتناوله ولا علاقة لها به، هكذا يقولون. فهل هذا الزعم زعم صحيح أم هو زعم باطل فاسد أودى بأصحابه إلى دركة الشرك وهلكة الباطل والعياذ بالله؟ فتأتي القاعدة الثالثة عند المصنف رحمه الله ليرسي هذا الأمر ويجليه ويزيل الغبش الذي قد يصاب به بعض الناس ويبتلى به بعض الناس فيدخلون في وحل الشرك وشبكة الباطل من حيث يظنون أنهم لم يقعوا في هذه الهوة السحيقة. إنه من يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، لا يشعر أنه وقع في هذه الهوة السحيقة والعياذ بالله. فتأتي هذه القاعدة لتجلي هذا الأمر، ولهذا ينبغي أن نرعي هذه القاعدة بالنا واهتمامنا وأن نحسن فهمها وضبطها لأنها مهمة جدا في هذا الباب. يقول رحمه الله في القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. انتبه للكلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم. ما معنى متفرقين في عبادتهم؟ أي لم تكن عبادتهم مختصة بمعبودات معينة مثل الأحجار أو الأصنام، لم تكن عبادتهم مختصة بذلك أبدا، بل كانوا متفرقين في عبادتهم، يعبدون أشياء كثيرة جدا. ما هي هذه الأشياء؟ فصل الشيخ رحمه الله ثم ذكر على كل ما ذكره من تفصيل ذكر الدليل عليه من القرآن. قال منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في أقوام يشركون، وشركهم ليس منحصرا في نوع معين من الشرك كعبادة الأصنام، بل إن شرك من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام شرك متنوع، والأبواب التي سلكها هؤلاء المشركون أبواب متفرقة، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء، منهم من يعبد الأولياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار والأضرحة ونحو ذلك، وكل هؤلاء ظهر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام معلنا دعوة التوحيد صلوات الله وسلامه عليه، والدعوة إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى ونبذ الشرك واقتراحه أيا كانت صفته وكان نوعه. فهذه القاعدة تأتي جوابا
وإزالة لتلك الشبهة التي قد يروجها بعض أهل الباطل، وتقرير القاعدة أن من ظهر عليهم عليه الصلاة والسلام وبعث فيهم كانوا متفرقين في العبادة، كانوا متفرقين في العبادة، منهم من يعبد الملائكة، منهم من يعبد الأنبياء والصالحين، منهم من يعبد الأشجار والأحجار، منهم من يعبد الشمس والقمر. وتقول هنا هات الدليل على ذلك، فيأتي المصنف رحمه الله بالدليل على كل ذلك من كتاب الله عز وجل. أولا، ما الدليل على أن منهم من كان يعبد الملائكة؟ أعطنا الدليل على أن من هؤلاء من كان يعبد ملائكة الله تبارك وتعالى المقربين. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هذا فيه أولا استشهاد لقول النبي، لقول المصنف رحمه الله وقاتلهم رسول الله، أي أجمعين بأنواع الشرك المختلفة التي كانوا عليها، فهؤلاء كلهم قاتلهم، لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين من عبد حجرا أو عبد نبيا كعيسى عليه الصلاة والسلام أو عبد ملكا من الملائكة كجبريل أو غيره من الملائكة عليهم السلام، لم يفرق بين لا هؤلاء ولا هؤلاء، كلهم يشملهم قول الله تبارك وتعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين، دعاهم إلى هذا الإسلام وبعث الدعاة وأرسل البعوث وأرسل الرسل ودعا هؤلاء، دعا الذين يعبدون الملائكة ودعا الذين يعبدون النجوم ودعا الذين يعبدون الأنبياء ودعا الذين يعبدون الأصنام، كل أولئك دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام إلى نبذ هذا الشرك وإلى إخلاص العبادة لله تبارك وتعالى. ثم بدأ يسوق الأدلة دليلا دليلا على ما ذكره سابقا من تفرق المشركين وتنوع شركهم. قال ودليل الشمس والقمر، قوله ودليل الشمس والقمر أي والدليل على أن من الناس من كان يعبد الشمس والقمر ممن ظهر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وبعث فيهم، الدليل على ذلك قول الله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياهم تعبدون. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، لأن هناك من كان يعبد الشمس ومن يعبد القمر، بل إن من رعاية نبينا عليه الصلاة والسلام للتوحيد وحفاظه لجنابه وسده صلوات الله وسلامه عليه لذرائع الشرك، نهى أمة الإسلام صلوات الله وسلامه عليه أن يصلوا لله تبارك وتعالى مخلصين عند وقت ماذا؟ طلوع الشمس ووقت غروبها، لأن هذا الوقت كان عباد الشمس يتحرون عبادتها فيه عند أول طلوع الشمس وعند وقت الغروب، عباد الشمس كانوا يتحرون هذين الوقتين فيعبدون الشمس في هذين الوقتين. ولهذا جاء النهي الغليظ والمؤكد عن نبينا عليه الصلاة والسلام من أن نصلي لله تبارك وتعالى مخلصين في هذين الوقتين. وذكر عليه الصلاة والسلام أن الشمس تطلع بين قرني شيطان، وهذا فيه أن الشيطان له فتنة في هذا الوقت، فتنة في هذا الوقت لصرف القلوب عن التوحيد إلى ماذا؟ إلى الشرك والتعلق بهذه المخلوقات الكبيرة البديعة العجيبة العظيمة التي خلقها الله تبارك وتعالى. عندما تضعف بعض القلوب عن راسخ الإيمان وعميق التوحيد قد تتعلق بمثل هذه المخلوقات الكبار وتلجأ إليها فتدهشها الشمس بغروبها وطلوعها فتتوجه إليها بحاجاتها ورغباتها، فقطع النبي عليه الصلاة والسلام الطريق وسد ذريعة الشرك ونهى أن تتحرى العبادة في هذين الوقتين، وقت طلوع الشمس ووقت غروبها.
ولو كان الإنسان لا يقصد بعبادته إلا وجه الله مخلصا له نهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن العبادة في هذين الوقتين، وجاء عنه في ذلك أحاديث كثيرة. لماذا؟ كل ذلك محافظة على التوحيد وصيانة لجنابه وسد للذرائع التي تفضي إلى الشرك بالله تبارك وتعالى. هذا إذن من الدلائل والشواهد البينات أن من بعث فيهم صلوات الله وسلامه عليه كان منهم من شركه بالله عبادة. لماذا؟ عبادة للشمس وللقمر. والنبي صلى الله عليه وسلم خشي على بعض الأمة أن يتلبسوا بشيء من هذا الباطل، فكان من صيانته لجناب التوحيد وسده لذرائع الشرك أن نهى الأمة عن عبادة الله تبارك وتعالى في هذين الوقتين، سدا لذريعة الشرك، وأيضا ربأ عليه الصلاة والسلام بالأمة أن يكون فيها شيء من المشابهة ولو في الصورة الظاهرة. لماذا؟ لعبدة الشمس والقمر، عبدت هذه المخلوقات. فنهى صلوات الله وسلامه عليه عن العبادة في هذين الوقتين صيانة للتوحيد وحفاظا لجنابه وسدا لذرائع الشرك والباطل. إذن هذا دليل ساقه المصنف من القرآن الكريم شاهدا على أن من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام كان منهم من يعبد الشمس والقمر. ما الدليل على أن منهم من كان يعبد الملائكة؟ ما الدليل على أن منهم من كان يعبد الملائكة؟ قال قول الله تبارك وتعالى ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أي من دون الله تبارك وتعالى. فهذا شاهد ودليل على أن من الناس من اتخذ الملائكة أربابا وعبدوا الملائكة مع الله تبارك وتعالى ودعوهم وسألوهم وعرضوا عليهم حاجاتهم وطلباتهم، فكان من الناس من عبد الملائكة. والملائكة جند مكرمون وعباد مسخرون لا يستحقون من العبادة ولا مقدار ذرة. ولهذا في سياق إبطال الشرك في القرآن الكريم في سورة سبأ ذكر الله عز وجل ضعف الملائكة مبينا جل وعلا بذلك أن الملائكة مع ضخامة أجسامها وقوتها وعظم قدرتها التي منحها الله تبارك وتعالى إياها هي ضعيفة مخلوقة مربوبة لا تستحق من العبادة شيء، لا تستحق من العبادة شيئا. وتأمل هذا المعنى العظيم في الآيات الواردة لإبطال الشرك في سورة سبأ، وهي قول الله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم أي الملائكة قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. يفسر هذه الآية قول نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إذا تكلم الله بالوحي خرت الملائكة صاعقة خضعانا لقوله. هذه الملائكة الضخمة الأجسام العظيمة القوة والقدرة إذا تكلم الله بالوحي خرت صاعقة يغشى عليها ويغمى عليها خضعانا لقوله تبارك وتعالى. فهي مخلوقة ضعيفة مربوبة لله مسخرة لله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يستحقون من العبادة أي شيء. ولهذا قال الله عز وجل في شأن الملائكة قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم. الملائكة لا يقولون ذلك، الملائكة عباد مكرمون يعبدون الله عز وجل الليل والنهار لا يفترون لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، هذا شأن الملائكة. وقد وجد في الناس من عبدهم، وجد في الناس من عبدهم من توجه إليهم في طلباته ورغباته وجعلهم واسطة بينه وبين الله تبارك وتعالى في عرض حاجاته. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام لإبطال هذا الشرك اتخاذ الملائكة أربابا وأندادا وشركاء لله تبارك وتعالى في العبادة.
ثم ذكر رحمه الله تعالى دليل الأنبياء، أي الدليل على أن من المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من كان يعبد الأنبياء، من كان يعبد الأنبياء. فذكر قول الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. إذن كان من المشركين الذين بعث فيهم عليه الصلاة والسلام من كان يعبد الأنبياء من دون الله عز وجل، مثل من كانوا يعبدون عيسى ويتوجهون إليه بالدعاء والطلب والرغبات، ويعبدون أمه وأمه ليست نبية وإنما هي صالحة من الصالحات ومن خيار نساء العالمين، فكانوا يعبدون الأنبياء ويعبدون الصالحين، الأنبياء مثل عيسى والصالحين مثل أمه، كانوا يعبدونها من دون الله وجعلوهما شريكا لله، قالوا إن الله ثالث ثلاثة، جعلوهم ثلاثة المستحقين للعبادة الله ومريم وعيسى، وعبدوا هؤلاء الثلاثة كلهم، عبدوا الله وعبدوا معه عيسى وعبدوا معه أمه. فإذا من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام منهم من كان شركه عبادة للأنبياء وعبادة للصالحين. ثم قال رحمه الله: ودليل الصالحين قول الله تبارك وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. هذه الآية دليل واضح على أن من بعث فيهم عليه الصلاة والسلام منهم من كان يعبد الصالحين من دون الله عز وجل، وذلك أن معنى الآية وهي أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة تتعلق ببيان حال طائفة من المشركين. اقرأ قبل ذلك الآية التي قبلها وهي قول الله عز وجل: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. أولئك الذين يدعون أي أولئك الذين يدعوهم هؤلاء المشركون المتخذون الأنداد قوم هداهم الله عز وجل وعبدوا الله وأخلصوا الدين له جل وعلا، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. وهذه نزلت في قوم من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الصالحين مثل عزير ومثل عيسى ومثل بعض الصالحين من عباد الله، فالله ينهاهم عن هذا الشرك بقوله سبحانه: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي هؤلاء الذين تدعونهم وتعبدونهم هم أنفسهم ماذا؟ عباد لله، خاضعون لله، متذللون بين يدي الله تبارك وتعالى. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم، هم عباد لله خاضعون لله عز وجل، عباد لألوهيته مطيعين له قائمين بعبادته خاضعين له يرجون رحمته ويخافون عذابه، فكيف تتوجهون إليهم؟ فالسياق جاء في إنكار الشرك على قوم من المشركين كانوا يعبدون نفرا من الصالحين، سواء نفرا من الصالحين من الإنس على قول من المفسرين أو نفرا من الصالحين من الجن، لأن الآية قيل في بعض أقوال أهل العلم أنها نزلت في قوم من الإنس كانوا يعبدون نفرا من الجن، فأسلم الجنيون وبقي الإنسيون على عبادتهم، فأنكر الله عليهم هذا الشرك خيلا لهم: إن هؤلاء الجنيون الذين تعبدون من دون الله أسلموا وأخلصوا العبادة لله يرجون رحمة الله ويخافون عذابه وأنتم لا تزالون مقيمون على
عبادتهم. إذن الآية واضحة في إنكار شرك من كان شركه عبادة ماذا؟ الصالحين والأولياء. يقال لمن عبد وليا أو عبد صالحا يقال له إن هذا الذي تعبده وتلجأ إليه هو نفسه ماذا؟ عبد لله يرجو الله ويطمع في مغفرة الله ورحمته. وإن كان مات فإن هذه الأمور رجاء الرحمة والعبادة وابتغاء الوسيلة انقطعت بموته. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: لا يستطيع أن يكون بعبادة، ولا يستطيع أن يكون بدعاء، ولا يستطيع أن يكون برجاء أو بخوف أو بأي أمر من الأمور التي هي مجال الإنسان للقيام بها في حياته الدنيا. أما إذا مات انقطع عمله، لا يستطيع يدعو لنفسه ولا أيضا يستطيع أن يدعو لغيره. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. إن كان ذاك وأنا حي، يعني وأنا على قيد الحياة، استغفرت لك. أما بعد الموت لا يستغفر هو عليه الصلاة والسلام لأحد، ولا أيضا غيره من الذين توفاهم الله عز وجل يستغفرون لأحدا. ولهذا قال: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. أما ما يستدل به بعض الناس من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض علي أعمالكم وأنا ميت، حسنها وسيئها، فإذا رأيت حسنها حمدت الله وإذا رأيت سيئها استغفرت الله لكم، هذا حديث غير صحيح، فيستدل به بعض الناس ويتركون الحديث الذي في صحيح البخاري، حديث الذي في صحيح البخاري الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها: إن كان ذاك وأنا حي استغفرت لك. أي بعد الموت لا يستغفر عليه الصلاة والسلام لأحد. ولهذا الصحابة بعد موته قالوا كما جاء عن عمر: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا. لماذا؟ والمراد الدعاء. اللهم إنا نتوسل إليك، كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا العباس ادعو الله لنا. في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا يتوسلون بالعباس أو بغيره، كانوا يتوسلون بدعاء النبي عليه الصلاة والسلام يدعو لهم هو صلوات الله وسلامه عليه ويؤمنون على دعائه. أما بعد موته انقطع هذا الأمر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث. الشاهد أن هذا دليل الصالحين. ما دليل الأشجار والأحجار؟ ما دليل الأشجار والأحجار؟ قال قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه معبودات كان يعبدها المشركون، اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، هذه معبودات كان يعبدها المشركون ويتوجهون إليها. اللات ما هي؟ والعزى ما هي؟ ومناة الثالثة الأخرى ما هي؟ اللات هذه صخرة، وقيل قبر، جاء هذا المعنى عن ابن عباس وغيره، لرجل كان يلت السويق، يلت السويق يعجنه ويهيئه ويخبزه ويجهزه ضيافة وقرى للحجاج، فكان معروفا بذلك، رجل عرف بهذا، يعجن السويق ويهيئه ويخبزه ويقدمه ضيافة للحجاج الذين يتوافدون إلى مكة، فكان يصنع ذلك. لما مات بنوا على قبره وعبدوه، أخذوا يجعلون واسطة، قالوا: لأن هذا رجل معروف بيننا بهذا الكرم وهذه الضيافة، فعبدوا قبره. وقيل عبدوا الصخرة التي كان يعجن عليها السويق، قالوا: هذه صخرة فاضلة، سنوات طويلة يعجن عليها السويق، ما أجمل أن تكون واسطة بيننا وبين الله، سنوات طويلة والسويق يعجن عليها ويقدم للحجاج ضيافة لها، إذن هذه صخرة فاضلة مميزة لا خاصية، فما أجمل أن نجعلها واسطة بيننا وبين الله، فجعلوها واسطة. وقيل أنهم جعلوا قبره واسطة
بينهم وبين الله عز وجل، يأتون عند القبر ويبكون ويعرضون الحاجات والرغبات ويتحرون الدعاء عند قبره أو عند هذه الصخرة. والعزة شجرة، العزة شجرة كان يقصدها المشركون، وكان يزيد الشرك والتعلق بهذه الشجرة أن جنية كانت مختفية، وإذا جاءوا عند هذه الشجرة خاطبتهم الجنية فيخدعون بذلك، لأن الشجر لا يعرف أنه يخاطب الناس، فيخدعون بذلك ويستدرجون، فتخاطبهم هذه الجنية وتذكر لهم أمورا، وربما سألوها عن مفقود أو ضائع فأشارت إلى مكانه أو دلتهم على موضعه أو نحو ذلك، ففتنوا فصاروا يتوافدون عليها من الأنحاء العديدة يعبدون هذه الشجرة، حتى بعث النبي عليه الصلاة والسلام إليها خالد بن الوليد فقطع الشجرة وقتل الجنية كما جاء في كتب السير والأخبار. العزة شجرة كان يعبدها المشركون، ولا يزال مثل هذا الشرك يوجد من الناس من يتعلقون بأشجار ويعتقدون أنها أشجار مباركة، ولهذا يذهبون يعلقون عليها الخيوط يتمسحون بها، يضع صدره على الشجرة يطلب منها بركة، يطوف على الشجرة. كان قديما وقد أدرك شيئا من ذلك ورآه المصنف رحمه الله، كانوا يطوفون على شجرة، النساء تذهب وتطوف على الشجرة، المرأة التي لا تلد تذهب وتطوف على الشجرة وتقول يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول، تنادي الشجرة ما تنجب، أخذت سنوات ما تنجب، فيقول لها النساء فيه شجرة في المكان الفلاني مباركة اذهبي وطوفي بها أشواطا واطلبي منها شجرة مباركة، وربما قالوا لها فلانة جربت وفلانة فعلت، وهكذا يستدرج الناس إلى الشرك والباطل والعياذ بالله. فكنا يذهبنا إلى تلك الشجرة ويطفن عليها ويقولنا يا فحل الفحول أريد ولدا قبل الحول. وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، ذي الخلصة صنم وثن من الأوثان، فقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي الخلصة، تضطرب إليات النساء أي تضرب إلياتهن بعضا من شدة تزاحمهن على الطواف على ذي الخلصة، وهذا فيه إشارة إلى كثرة النساء الطائفات على ذي الخلصة. وقال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. والأحاديث في هذا الباب كثيرة وثابتة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، وقال قال عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم، انتبه هنا، لتتبعن سنن من كان قبلكم، من قبلنا في من عبد الملائكة، في من عبد الأنبياء، وفي من عبد الأولياء، وفي من عبد الأشجار، وفي من عبد الصالحين، ونبينا قال لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا ذراعا ذراعا حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فإذا هذه أمور خطيرة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لنا لتتبعن سنن من كان قبلكم، هل قالها لنا مجرد معلومة نسمعها ونعرفها، أو من أجل أن نحذر ونحتاط لأنفسنا ونخاف من هذا الباطل الذي كان عليه من قبلنا ونحذر على المجانبة منه والبعد عنه؟ خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام قال في دعائه واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. إذن هذا دليل الصالحين، ثم ذكر دليل الأشجار والأحجار، قال أفرأيتم اللات والعزة ومناة الثالثة الأخرى، مناة هذا أيضا حجر وصنم من الأصنام كان يعبده أهل الجاهلية وكان بين مكة والمدينة. ثم ختم بحديث أبي واقد الليثي، وهذا الحديث عظيم جدا يا أخوان، حديث عظيم جدا في هذا الباب، ويبين لنا هذا الحديث خطورة حال الإنسان عندما يكون حديث عهد بإسلام
أو تكون معلوماته الإسلامية ضعيفة، أو يكون نشأ في مجتمع تكثر فيه الجاهلية، فهنا في خطورة يبينها ويجليها لنا هذا الحديث. قال أبو واقد الليثي: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر. هذا اعتذار قدمه رضي الله عنه من المقالة التي قالوها. قال: ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني عهدنا بالكفر كان ماذا؟ كان قريبا، كنا على الكفر من وقت قريب. الذي على الكفر من وقت قريب معلوماته الشرعية عن الإسلام وعن التوحيد وعن تفاصيل الشرع تكون ماذا؟ تكون ضعيفة. وربما في الوقت نفسه ربما يكون أيضا بعض الأمور التي كان عليها في الجاهلية لم يتبين له ولم يظهر له أنها مصادمة للإسلام الذي اعتنقه ودخل فيه. ومثل هذا الأمر من ينشأ في مجتمعات تكثر فيها الجاهلية ويكثر فيها دعاة الضلال وأئمة الباطل ربما ينشأ لا يعرف بعض الأمور ولا يفهمها ولا يدركها، ويقع في الشرك والضلال من حيث يظن أنه على التوحيد والإسلام. يقول أبو واقد: خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين. انظر من هم هؤلاء الرجال، من هم هؤلاء الرجال، مهمة هذه الكلمة، من هم هؤلاء الرجال؟ خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام بائعين أنفسهم في سبيل الله، معهم السيوف يقاتلون، منهم من سيقتل ويموت في سبيل الله، خرجوا مقاتلين في سبيل الله تبارك وتعالى، ثم يقولون هذه المقالة التي بينت في الحديث. قال رضي الله: ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم. جاء في بعض الروايات: فمررنا بسدرة، وهم في الطريق مروا بسدرة، أي مروا بشجرة. لمن هذه الشجرة؟ للمشركين. ماذا يفعلون عندها؟ قال: يعكفون عندها وينطون بها أسلحتهم. هذا نوع من الشرك. الشرك من أنواعه ومجالات العكوف عند القبر أو عند الشجرة أو عند المكان الذي يعبد ويقصد ويتوجه إليه، يعكف عنده أن يبقى مدة طويلة ساكنا خاضعا متذللا راهبا، هذه عبادة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. العكوف عبادة لله تبارك وتعالى، العكوف عبادة لله تبارك وتعالى، فيعكفون عندها، يبقى قائما ساعة ساعتين أقل أو أكثر ساكنا خاشعا، ربما لا يتكلم بكلمة، فقط مجرد وقوف، وهو يعتقد في قرارة نفسه أن عكوفه هذا يجلب له ماذا؟ بركة، لأن هذه الشجرة مباركة فبركتها تنعكس عليه وتنجذب إليه ويعود إليه نصيب منها، فيعكفون عندها هم بأشخاصهم، وأيضا ينوطون بها أسلحتهم، أي يعلقون أسلحتهم. لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن السلاح إذا علق على هذه الشجرة المباركة بزعمهم بورك السلاح وأصبح قويا في القتال، فكانوا يعتقدون هذه العقائد، يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم، يقال لها ذات أنواط. لماذا سموها بهذا الاسم ذات أنواط؟ لكثرة ما يعلقون، ينوطون أي يعلقون، لكثرة ما يعلقون عليها من أسلحتهم رجاء البركة وطلب البركة، وينوطون بها أسلحتهم. قال: فمرنا بسدرة، أي مروا بسدرة أخرى غير تلك، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني اجعل لنا نحن، خصص لنا شجرة معينة نمارس عندها مثل هذه الممارسة، نعكف ونعلق السلاح. من أجل ماذا العكوف؟ ومن أجل ماذا يعلق السلاح؟
كانوا يفعلون ذلك في الجاهلية طلب ماذا؟ البركة. فقالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله أكبر، إنها السنن. في رواية قال: سبحان الله. قال: الله أكبر، إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. ثم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. انظر يا أخي، انظر هذا النصح العظيم والتحذير البالغ من نبينا عليه الصلاة والسلام، وخذ نفسك مأخذ الحزم والحيطة والحذر. قلتم والذي نفسي بيده، كما قال قوم موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. بل جاء عنه عليه الصلاة والسلام في بعض الروايات في غير هذا الحديث: حتى لو وجد فيه من يأتي أمه علانية لوجد في أمتي من يأتي أمه علانية. يجب على الإنسان أن يحذر، خاصة في زماننا هذا، خاصة في زماننا هذا. الزمان هذا انفتح على الناس انفتاح عجيب، حال المجتمعات الكافرة وأمم الكفر، وأصبح الناس من خلال القنوات الفضائية ومن خلال شبكة العنكبوت الانترنت، والإنسان جالس في بيته والمرأة جالسة في بيتها، ينفتح عليها العالم كله، وترى وثنية الوثنيين وشرك المشركين وضلال المضلين وشبه المبطلين، ويكون هذا المسكين الذي ينظر هذا كله بضاعته الشرعية وعلمه بالتوحيد علم ماذا؟ ضعيف محتود. ثم ينتظر أو يرجو لنفسه سلامة، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على اليبس. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. فالشاهد أن الأمر جد خطير، وأن الأمر كما قرر الشيخ رحمة الله عليه أن الشرك الذي كان عليه المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ليس عبادة أصنام فقط. وبعض الناس عندما يقرأ الآيات التي فيها التحذير من الشرك ينصب في ذهنه فقط، وهذا من الشبه التي أدرجت على الناس، ينصب في ذهنه فقط اللات والعزة ومنات، ويقول: الحمد لله هذه أصنام مش موجودة وحطمت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ولا يوجد شرك. بل بعض الناس وجد من أئمة الضلال أنه قال: أمة محمد إلى قيام الساعة لن يوجد فيها شرك. هذا قيل وكتب في بعض الكتب ولبس على بعض الجهال فيه، وأصبح بعض الجهال يمارس ممارسات من الشرك ويقول لهم هؤلاء: الشرك أمة محمد معصومة منه. وربما استدلوا ببعض الأحاديث وضعوها في غير بابها، مثل حديث إن الشيطان يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، يستدلون بهذا الحديث ويتركون أحاديث محكمة صريحة في أن العبادة ستوجد، مثل: لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمتي الأوثان. هل أوضح من هذا شيء؟ ومثل قوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، شبرا شبرا. ونحن عرفنا من كان قبلنا بهذه الآيات البينات، فيهم من عبد الأنبياء، وفيهم من عبد الصالحين، وفيهم من عبد الملائكة. ولهذا تقريرا لهذا الأمر أعيد عليكم: لو قيل لك: هل سيوجد في أمة النبي، في هذه الأمة، من سيعبد الملائكة وسيعبد الأنبياء وسيعبد الصالحين وسيعبد الأشجار وسيعبد الشمس وسيعبد القمر، هل سيوجد من سيفعل ذلك أو لا يوجد؟ ماذا تقول؟ يوجد. لماذا؟ لدليلين. الدليل الأول أن هذه آيات بينات في القرآن الكريم أن هذه الممارسات كانت موجودة في من كان قبلنا، هذا الأول. الثاني أن نبينا عليه الصلاة والسلام قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا شبرا، ذراعا ذراعا، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولا يعني وجود ذلك أي وجوده في الأمة بأسرها، لا، يوجد في أفراد من الناس
أحد من الناس وبعض من يضلون سواء السبيل، يوجد فيه من ينحرف هذا الانحراف. فإذا علمت هذا العلم وفهمت هذا الفهم ودريت هذه الدراية، اتق الله عز وجل واحفظ توحيدك وصن إيمانك وابعد نفسك عن الشرك، واسأله تبارك وتعالى أن يثبتك على التوحيد وأن يعيدك من الشرك وأن يحييك مسلما وأن يتوفاك مؤمنا، فإنه تبارك وتعالى وحده ولي التوفيق والسداد. نعم. قال رحمه الله: القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشرك زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة، والدليل قوله تعالى: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. تمت، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ختم هذه القواعد الأربع بهذه القاعدة العظيمة المهمة حقيقة، وهي قول رحمه الله أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين. أغلظ شركا من الأولين، لماذا؟ قال: لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ما معنى يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة؟ أي وقت الصحة والعافية والأمن والراحة والطمأنينة ونحو ذلك يشركون، يعبدون مع الله تبارك وتعالى الأحجار والأشجار والملائكة إلى آخره. أما وقت الشدة عندما تشتد الأمور وتعظم الكروبات لا يعبدون شيئا من تلك المعبودات، بل يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى وحده مخلصين له الدين، هكذا كانوا. ما الدليل على ذلك؟ قال قول الله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. هذه حالهم. من هم؟ المشركون الأول. إذا ركبوا في الفلك، أي وأتت الرياح العاتية وتلاطمت الأمواج وأدركهم الغرق وعظم فيهم الخط، أخلصوا الدين لله، فقط يقولون يا رب يا رب، لا يناجون اللات ولا يا هبل ولا غيرها مما كانوا يدعونها في حال الرخاء، فقط يقولون يا رب يا رب يا رب، مخلصين له الدين، إخلاص تام في التوجه والسؤال والطلب. الوسائط كلها تسقط وتذهب ولا يتعلقون بشيء منها، يخلصون الدين لله، والدليل واضح أمامك. فإذا ركبوا، أي المشركين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. يعني إذا انتهوا من البحر ومشاكل الغرق وإلى آخره وكانوا في البر، وطأت أقدام البر، رجعوا للشرك، بدأوا ينادون اللات والعزة إلى آخره، وفي حال الشدة يخلصون لله تبارك وتعالى. ولهذا اقرأ في هذا السياق بيان الله عز وجل لهؤلاء أن الله عز وجل قادر عليهم في حال كونهم في البحر وفي حال كونهم في البر، الأمر سواء في قدرته جل وعلا، قادر على إهلاكهم برا وبحرا، فلا فرق بين أن يدرك الإنسان هلاك الله عز وجل سواء كان في البر أو سواء كان في البحر. فيقال للمشرك: إذا كنت تؤمن أنه لا ينجيك في البحر إلا الله، فكذلك لا ينجيك في البر إلا الله، لأن الله قادر عليك في البر وفي البحر، فماذا تغني عنك هذه الأصنام من الله شيئا سواء كنت في البر أو البحر. ولهذا اقرأ قول الله عز وجل: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. هذه بيان حال المشركين. وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أشركتم وكان الإنسان كفورا. هذه حال المشركين.
قوله ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب كل من تتعلقون به وتدعون وترجون إلا إياه إلا الله. وانتبه للآية، ظل من تدعون إلا إياه، تدل هذه الآية على أن المشركين كانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لكنهم في البحر كل من يعبدونه من دون الله يذهب عن قلوبهم وعن أفكارهم وعن توجهاتهم، فلا يعبدون إلا الله تبارك وتعالى وحده مخلصين له الدين. فلما نجاكم إلى البر أشركتم وكان الإنسان كفورا. انتبه، أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر؟ الآن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة والنجاة من كروبات وشدة البحر ورجعتم إلى الشرك، هل عندما رجعتم إلى الشرك بعد أن وطئت أقدامكم البر وأحسستم بالسلامة، هل أمنتم أن يخسف الله بكم جانب البر؟ هل تأمنون من ذلك؟ إذن لماذا تعودون إلى الشرك؟ أمر آخر. أو يرسل عليكم حاصبة، هل تأمنون من ذلك؟ أي وأنتم في البر في احتمالين، الأول أن يخسف الله بكم جانب البر، الأرض الذي تحتكم تنخسف وتسقطون في هوة من الأرض لا يعلم مداها إلا الله، وتنطبق عليكم الأرض ولا يرى لكم أثر ولا شيء، والله قادر على كل شيء، وقد أخبر أنه عاقب من عاقب بشيء من ذلك، منهم من خسفنا به الأرض، هل تأمنون من ذلك؟ هذا جانب. جانب آخر واحتمال آخر، أو يرسل عليكم حاصبا، أي وأنتم في البر هل تأمنون أن الله عز وجل يبعث ريح شديدة قوية تحمل الحصباء فيهلككم وأنتم في البر؟ هذا احتمال ثاني ضعوه في بالكم. أيضا احتمال ثالث ذكره الله عز وجل، أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى، أي في البحر، فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ هذه احتمالات ثلاث ذكرها الله لهم، يحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر خسفا، ويحتمل أن تأتيكم العقوبة في البر ريحا عاصفة تحمل الحصبة تهلككم، ويحتمل أيضا أن يعيدكم الله عز وجل فيما بعد إلى البحر في حاجة من حاجاتكم وطلب من طلباتكم، ويرسل عليكم وأنتم في البحر قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم. إذن من تخلصون له في الشدة وتشركون معه في الرخاء، حقه والواجب عليكم أن تكونوا مخلصين له في الرخاء والشدة، لأنكم لستم في أمنة من عقوبته ونقمته لا في البر ولا في البحر. فكان المشركون الأول يشركون في الرخاء والشدة. وأذكر الآن عرضت لذهني أن أحد المشركين كان سبب دخوله في الإسلام والتحاقه بالنبي عليه الصلاة والسلام هو مثل هذه القصة، كانوا في البحر وأدركهم الغرق وعاينوا الموت، فأخلص الناس في ذلك الموقف لله، فقال نسيته الآن، ها، عكرمة بن أبي جهل، قال لئن كان لا يخلصني من هذا الكرب في هذا المكان إلا الله فلا يخلصني منه في البر إلا الله. ثم قال حق علي لئن كتب الله لي نجاة لأذهبن إلى محمد ولا أبايعنه على الإسلام، وفعل ذلك، نجاه الله وأسلم. فكانت هذه عظة له وعبرة في دخوله في الإسلام ورجوعه للدين. فإذا أولئك كانوا يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة. ويقول المصنف رحمه الله أما المشركون في زماننا فكانوا فحالهم أنهم يشركون في ماذا؟ يشركون في الرخاء وفي الشدة. يشركون في الرخاء وفي الشدة. ما معنى يشركون في الشدة؟ أي أن حالهم عندما يركبون في الفلك
ويعاينون شدة الغرق ومخاربة الموت يفزعون إلى المعبودات التي تعلقت قلوبهم بها. ففي مثل هذه الحال تراهم يقولون مدد يا فلان، أدركنا يا فلان، إن لم تلحقنا في هذا من يلحقنا، إن لم تنقذنا من هذا الغرق من الذي ينقذنا. يخاطبون أموات، يخاطبون مقبورين، أنا في عائذ بك، أنا ملتجئ إليك، أنا في جنابك، أنا إلى آخره، في الشدة يفعلون ذلك. وهذا شرك ما كان يفعله المشركون في حال الشدة، في الشدة كانوا يخلصون. ولهذا قلت لكم قرأت في بعض الكتب أن جماعة كانوا في سفينة وأدركهم الغرق، فأخذ كل يهتف بمعبودة، مدد يا فلان، يا شيخ فلان الحقنا، أدركنا يا فلان، وينادون، كل ينادي شيخه أو معبودة. فكان فيهم رجل على الفطرة، رجل مسن، التفت وإذا كل من على السفينة ما لا ينادون إلا هذه المعبودات، ليس فيهم من ينادي الله، فمد يديه وقال يا رب أغرق أغرق، ما على السفينة من يعبدك، ما على السفينة من يعبدك، كل من على السفينة متجهين إلى غيرك. قد تتساءل أيها الأخ الكريم، قد تتساءل تقول لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء وفي الشدة، ما السبب؟ يأتيك سؤال، لماذا هؤلاء يشركون في الرخاء والشدة؟ أقول لك إن من وراء ذلك أئمة الضلال وشيوخ الباطل. أئمة الضلال وشيوخ الباطل غرسوا في نفوس هؤلاء التعلق بهم، وقالوا لهم كما في كتب هؤلاء واضحا، قالوا لهم إذا أدركتك الكربة وعاينت الشدة في أي مكان تكون اهتف باسمي، اهتف باسمي، ستراني بجنبك، أخذ بيدك حتى بعد موتي، لا تنسوا، حتى بعد موتي تنادي باسمي، أخرج إليك وأخذ بيدك. ويقولون في كتب هؤلاء، يعددون من كرامات هؤلاء، من كراماتهم، يكون أن من كراماته أنه كان ينقذ السفن في البحر من الغرق، ينادون باسمه فينقذ السفن في البحر. حتى في أحد الكتب المشهورة في بيان طبقات هؤلاء الشيوخ، شيوخ الضلال، ذكروا أن واحدا منهم يعددون شيئا من كراماته، أنه كان والعياذ بالله يمسك ويطلب أن تمسك لها الحمارة ليمارس معها الممارسة الباطلة، ثم بعضهم قال له في ذلك لماذا هذه الممارسة، قال هذه كرامة، رتقت بهذا العمل خرق سفينة كان يغرق أهلها في البحر. والعوام يسمعون مثل هذه القصص ويصدقونها وترسخ في قلوبهم، ثم إذا ركبوا في الفلك يغلظ شركهم على شرك من؟ على شرك المشركين الأول، يغلظ شركهم على، فتجده إلى أن يغرق، إلى أن يموت وهو ينادي شيخه ويهتف باسم شيخه، إلى أن يغرق والعياذ بالله على الشرك بالله. نسأل الله العافية والسلامة، والله إنها حال مؤلمة جدا ومؤسفة، تجد المسكين يغرق ويموت وهو يهتف باسم شيخه، إلى أن تفارق روحه الحياة وهو لا يزال يظن أن شيخه الآن يأتي، الآن يدركه، الآن ينقذه، وهو ينادي باسمه، ينادي باسمه، إلى أن يغرق، لا يقول يا الله، يموت مشركا، يموت مشركا، لا يعبد الله ولا يخلص لله حتى في شدته. فذكر رحمة الله عليه أن شرك المشركين أغلب من شرك أولئك، من جهة أن أولئك كانوا يشركون في الرخاء ولا يشركون في الشدة، وأن هؤلاء يشركون في الرخاء ويشركون والعياذ بالله في الشدة شركا أغلب من شرك المشركين الأوائل. وهذه المسائل والتوسع فيها والرد على الشبه التي
يطرحها أهل الشرك الباطل توسع فيها رحمه الله تبارك وتعالى في كتاب له معروف اسمه كشف الشبهات، كتاب مهم جدا لا يستغني عنه طالب علم، وذكر فيه هذه القواعد مفصلة تفصيلا أوسع من هنا، وأيضا ذكر أصول أخرى، وذكر أيضا تقعيدات وتأصيلات يحتاج إليها طالب العلم في كشف شبهات أهل الشرك والباطل. ثم بعد ذلك ذكر شبهات تفصيلية يستدل بها هؤلاء في كتابه العظيم المبارك الذي سماه رحمه الله تبارك وتعالى كشف الشبهات. فنسأل الله عز وجل أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء على هذا النصح العظيم والبيان الموفق والإيضاح للتوحيد والتحذير من الشرك الذي كان هو شغله الشاغل رحمة الله عليه في حياته، فنفع الله عز وجل بدعوته نفعا عظيما، ولا يزال الناس مع مر الأيام يستفيدون من هذه الدعوة ويستفيدون من هذا النص ويستفيدون من هذه الآيات والحجج والبينات التي جمعها رحمه الله تبارك وتعالى، فأفاد من ذلك خلق واهتدى خلق كتب الله عز وجل لهم الهداية. وختم رحمه الله تعالى الرسالة بقوله تمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ويوجد في بعض المجتمعات من يصدون الناس عن دعوته، حتى إن بعضهم قيل له كما ذكر لنا بعضهم ذلك، قيل له في تحذير من الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، قيل هو لا يصلي على النبي، لا يصلي على النبي، ويأتي خائف مسكين. من يريد أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام؟ فيأتي خائف ويسد أذنيه ويحذر غاية الحذر، لأنه لا يمكن أن يسمع لشخص لا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ختم رحمه الله هذه الرسالة المباركة بقوله وتمت، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فجزاه الله خيرا على ما قدم وأعلى درجاته ورفع موازينه في عليين، وجمعنا أجمعين به وبالصالحين من عباده وبأنبيائه وأوليائه في جنات النعيم، وهدانا صراطه المستقيم، وأصلح لنا جميعا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا جميعا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. ونسأله عز وجل أن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وأختم بتذكير بأمر سبق أن ذكرت به، ألا وهي أن الهدية نافعة جدا، وهي من أعظم أسباب جلب المحبة والمودة، وكثير من الحجاج يحرصون جدا على أمر الهدية. فأنبه الجميع، لا تنسى وأنت تحرص على شراء الهدايا أن تشتري لقرابتك أثمن هدية، ألا وهي كتب التوحيد، كتب التوحيد التي تعلم الناس الإيمان، التي تعلم الناس التوحيد الذي خلقوا لأجله ووجدوا لتحقيقه. أسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يهدي لنا وأن يجعلنا من عباده المهتدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين.